هذا اللي كتبتي اسمه بالحنة وينه هلا؟ ما بعرف، ما شفته. طيب أنا رايحة ألاقيه وجيبه لهون، ما بطول. إيه؟ رومانسية ما بتجي بكتابة الاسم بس، لازم صاحب الاسم يكون موجود مشان تصير. كيف إجا اسمك على إيدي؟ شو؟ من وين إجيت أنت؟ من برا؟ اشربي مي. مين عمل هيك؟ معقول هو السبب بهالشي؟ لك كيف بده يعمل هيك؟ هو كان برا أساسا، شو رح يصير هلا؟ ما بدك مي؟ ما بدي شي باسمك. شو؟ قصدي ما بدي شي من إيدك. أنتي مجنونة شي؟ يلا شربي شربي شربي. جلينا زارش كبير ترى سارش كبير. وقاعدة هون عم تاكلي حلو. أنتي مريضة سكري نسيتي؟ ما بتخافي على حالك؟ بس أكيد في حدا ورا هالشي، وإلا كيف اسم AVN بينرسم على إيدي؟ إذا شاف هالاسم هلأ رح يصير مشكلة كبيرة. لك مو مشكلة، أكيد رح يصير إعصار. خلص خلصت. كنتي عم تسمعيني؟ شو؟ شو عم بيصير معك؟ ما في شي أبداً، أنا منيحة ولا حتى اسمك بيهمني. شو؟ لازم روح. استني، كنتي قاعدة وعم تاكلي حلو، لازم تاكلي الفواكه اللي فيها سكر طبيعي. موتي هو يلي رح يكون طبيعي هلأ. بالضبط. أنا ما كنت عم لاقي، وهلأ لما ما عاد بدي شوفه إجا، شو بدي أعمل هلأ؟ سونالي قاعدة بين الناس وصايمة وقاطع السكر، وانتي قاعدة عم تاكلي حلو يا إشكي؟ ليه؟ رح ينفجر عليك الفستان. كنت عم حاكيها لأنها مريضة سكري مو مشان وزنها، ما كان لازم تحكي معها هيك. هي ما كان لازم تاكل حلو، انت جرحت لها قلبها. وشو أعمل لها؟ أكيد ما رح روح وإلحقها وصالحها، هي زعلت وهي بترضى لحالها. كيف صار اسم أهان على إيدي؟ كيف؟ شو بدي أعمل؟ بتمنى ما يكون اللون علق. لحق يعلق؟ لسه هلأ حطيتها. الحنة ما بتعلق على إيد العالم إلا لبعد ساعات، بس هلأ إجوا على بلد نشوف. إذا حدا شاف اسم أهان على إيدي رح تصير مشكلة كبيرة كتير. بدك ترجعي توقعي؟ شو يلي عم تعملي؟ ليش هيك خربتي الحنة؟ وانت ليش مهتم؟ هي ايدي والحنة تبعي، بحطها بالشاي وبحرقها او بزقف فيها او بحطها بالمي، انت مالك علاقة. شو هاللهجة هي؟ ما عجبتك صح؟ ويمكن زعجتك، لك أنروح من هون، ليش واقف؟ انت واسمك بتتدخلوا بكل شيء. اسمي؟ اسم؟ اي اسم هاد؟ انا ما كتبت ولا اسم. الاسم ما نو هالشي المهم كتير، يعني بصير أخطاء، أي حدا ممكن يكتب أي اسم بأي وقت. كتابة الاسم ما بتخلينا مرتبطين معه بعلاقة حب، إذا حدا كتب على لوحتيته بحب صار له. أنت شو عم تحكي؟ أنت أكلة على رأسك شي ضربة؟ لكن شو هذا اللي عم تعمليه؟ الكل كانوا عم يغنوا ومبسوطين، قلت بطلع بغني شوي. غنية شو؟ بتمنى ينمح الاسم. شو عم تعملي؟ رح تروحي الحنة. اتركت المحا، انت ليش
مش مهتم فيها. ليش مهتم فيكي؟ برافو يا أشكي، لما كنتي بحاجة مساعدتي ما كان عندك مشكلة، تقبلي لما يكون أنتي بدك بس. ما بدي شي، أنا ما بدي شي، حتى حالي ما بدي إياها، ما بدي شي خلاص، حتى اسمك ما بدي إياه كمان. ليش عم تطلعي على إيدك هيك؟ هيك عم أطلع على المكتوب بقدري المنحوس. أنتي معصبة لأنه مايانك حكي عن الشوكولا وزيادة وزنك ونحن جوا. شو قال مايانك عن وزني؟ لا ما قال شي ابنه. يقول شو ما بده، في مشاكل كبيرة من الحجم العائلي، هي الأهم بحياتي هلأ ولازم حلهم أول. سلام. لك إشكي، أوه ماي جاد، ما بحب هالأسلوب يا إشكي. لما يكون بدك مساعدة تتذكريني فورا، وهلأ لما بدك مساعدتي حلي الموضوع لحالك. تبعي أخي، هاي حنة سونو، أعطيها شوية اهتمام. يلا ورجي، خلي شوف الحنة تبعي. يا غليظ، خلي كلامك الغليظ هاد إلك أنت. ماشي أخي، طلع فيها، شو رأيك حلوة؟ خلينا نصورها. يلا. لوين راحت إشكي؟ إيدك بشعة كتير على فكرة. أخي عم يتمسخر علي. مو هيك قصدي، افتحي ايدك منيح، بدي اخذ صوره لاسم راج وفرجي اياها. يلا. خالتي هون، معناها اشكي ما راحت. اخي قل له يصور لي ايدي صوره حلوه، والا والا شو والا رح اضربك لحتى ينطبع اسم راج من ايدي على وشك ويصير عندك وشم جديد. وقت الناس رح تقول انه راج هرب منك. لا ما رح اهرب من حبيبتي سونو لو شو ما عملت معكم. طلعي تنترن. راج، انت جبت لي مصور خاص؟ ايه، لاني بعرف انك ما بتحبي الصور اللي بياخدها كارتيك ابدا. انا باخد صور بتجنن. ما اخد لي صور حتى من الموبايل، وجاب مصور خاص لسونالي. رح نبلش على طريقة القصص الخيالية. ياي، الحنة كتير طلعت حلوة والتصميم حلو ومرتب. لا وسونو طالعة بتجنن مثل الملاك، لك أحلى عروس بشوفها بحياتي كلها. مو مثل، أصلاً سونو بالفعل ملاك. ايه عمتي. إشكي وين كنتي يا بنتي؟ بصراحة كان خالتي يا كانت عم تاكل حلو يا كانت عم تشكيني لأمي. إختي عصير؟ بولا، ما بتعرف إني ما بشرب سكر؟ أختي إشكي، بتحبي تشربي عصير؟ يمكن الحمية تعبتك. لا ابني بولا، بلا العصير. شوفوا هي كيف عم تاكل بدون تفكير. شو صار لها؟
معقول زعلانة من فكرة المقارنة بالعادات بينه وبين سونو؟ ستي، خلينا نركز على سونو. ستي، ما في مشكلة بالحمية تبع إشكي أبداً، لياقتها ممتازة ووشها عم يضوي. ايه بس بنتنا سونو بتجنن، مع انها من سنتين ما اكلت حلو ولا حتى لقمة. صحيح. وانتي شو؟ امبارح اكلت حلو. ايه بعرف انك مستحيل تكوني مثلنا انا وكنتي الحلوة، بس اعتني بحالك شوي صغيرة. ايه؟ انا وقت كنت بعمرك كان قياس خصري 21. اذا عندك صورة ورجينا. ما عندي صورة هلأ، بس هلأ انصحتي. ايه بالنسبة لعمري هلأ جسمي شكله ممتاز ومثالي، بس يمكن في حدا انزعج من حكي لأنه حس حاله ناصح شوي. مو معقول صار له شو بتحكي، نكت مهضومة. كل شي بيتعلق بخالتي بيضحك دائما. هاي البنت ليش ساكتة هيك؟ البنات البنجابيات تلبق لنا الصحة لهيك مناكل كتير. ورجيني ايدك يا انسه، بدي اخذ صور للحنه. ليش واقفه بنص الطريق؟ رح ارجع على البيت واحاول شيل الحنه. انا اسف، انت منيحه؟ ليش عم تتصرف وكأني آخر حدا بدها تشوفه؟ راج ما كتب اسم سونو كمان. ليش بتضل تحكي حكي فاضي؟ ما فيك تضل ساكت. طالما سونو كتبت اسم راج فلازم هو يكتب اسمه. الحنة خصوصي للبنات وبس يا ابني، عيب على الشباب يحطوها. ايه بس نحنا منكتب الاسم على ايد الشاب ليكون فعل خير عليهم. الزلم الحقيقي ما بيكتب بالحنة على ايده. ايه وراج مانو رامبو. ها؟ قصدي إنه وسيم كتير ورح تلبق له الحنة. يا أخو مرتي العزيز، ليش بدك تسبب لي مشاكل ومع أمي بهالليلة؟ بقصد إنه مثل رامبو قوي كتير وعنده شجاعة والتصرفات النسوانية ما بتلبق له. كأنك عم ببالغ هلأ؟ لك من أي ناحية بشبه رامبو؟ إذا خالتي عندها مشكلة بكل شي شو عمل أنا؟ لا تعمل شي، أنا عمل وهلأ بتشوف. شو عملت؟ شو هاد يلي عملته لك ابني؟ هلأ كنا عم نحكي زلم ما بتحط حنة. أخي ميانك يلا حط الحنة أنت كمان. لا يا زلمة مستحيل أعملها وحط حنة على إيدي مثل البنات. حطها على رجلك أو على راسك. كارتيك خلاص حطها يا ابني، هاي فال خير. إيش كيطلبي منه بيقتنع مني. هاي رغبته يا خالتي، إذا كان بده يحطها يحطها وإذا ما بده عادي. أستاذ هلأ دور العروس الثاني، رجاءً فضلي لهون. يلا يا إشكي تعي لهون. لا ماني حابة أخذ صور. ليش؟ أنت كمان عروس تعي. لا يا كارتيك ما بدي أخذ صور. يلا يا إشكي. لازم نأخذ صور لخالتي سارلة بالأول مو هيك؟ لأنه هي بتكون أم العريس. شو خالتي؟ أول مرة بتحكي درر يا إشكي. آسفة. ورجيني؟ شوفي يا مدام سارلة. ورجيني. شو صار يا إشكي؟ آسفة يا خالتي بصراحة. كيف انجرحتي فوق الحنة؟ مسرحية تانية. أنت منيحة؟ إيه خالتي أنا منيحة. إذا كنت منيحة خلينا ناخد لك صور هلأ. سونو أخذت صور كتير كتير حلوة، وهلأ كنتي إشكي رح تاخد صور كمان. يلا بصراحة بنتي عاملي يلي عم تقوله مدام سومان. إذا كان الجرح كبير اندق للدكتور؟ لا يا خالتي ما في داعي، أنا منيحة ما بدها دكتور أبداً.
ما كان ناقصني غير خادمتي السابقة تاخد صور قبلي أنا، كل مرة بتقلل قيمتي قدام الناس. ورجيني إيدك لشوف. ما صار شي خالتي، أنتي روحي خدي صور قبلي. ما حضرتك من ورا جرحك أخدتي كل الانتباه تبع جلسة تصويري. آه شو بدي أعمل هلأ أنا؟ ورجيني شو هالسيف يلي جرحك، ورجيني يا بدي شوفه. بعدي هيك خلصينا، بدي شوفه. سنسار له. إشكي كانت متوترة هيك لأنه اسمي كان مكتوب على إيدها. من وين إجا اسم أهان على إيدك يا بنت؟ احكي كيف إجا اسم أهان على إيدك؟ جاوبي فورا. احكي يا إشكي. شو بلاقي صابك الخرس هلأ ما هيك؟ كيف انرسم اسم شاب غريب على ايدك بالحنة؟ فهمينا انطقي. خالتي هي غلطة، انا متأكد انها غلطة. خالتي قلتلي غلطة؟ بس غلطة ايشكي؟ انه ينكتب اسم رفيق زوجها القريب بالحنة على ايدها وبهيك ليلة مهمة بتسميه غلط؟ مو معقول. الناس ما بيكتبوا أسماء غلط حتى على الغراض، وإنتي كتبتي على إيدك الاسم وعم تقولي بالغلط. ما عم أفهم كيف صار هيك، الاسمين ما بيتشابهوا حتى. لو كان مثل درام وشيام كان ممكن تكون غلطة. حكي صح، معك حق بهذا الحكي. كيف ممكن يصير خربطة بين اسم آهان ومايانك؟ معقولة أنت ورفيق زوجك تكونوا على... خالتي رجاءً انتبهي لحكي، ما بدي اياك تقولي شي عرضك للإحراج أكتر من هيك. أنا متأكد أنه في غلط بهالشي. أخي مايانك احكي شي كلمة. في حدود للإهمال يا كارتيك، ما قدرت تعتني بإيدها والحنة، كيف بدها تعتني بكرة ببيتها؟ لهلأ ما عم أفهم ليش كل الأخطاء بتصير بس مع هالبنت. نحن ما صار معنا هيك، كلنا حطينا حنة من قبل، وما حطينا لا اسم راميش ولا سوريش بدل اسم أزواجنا. كتبت اسم زوجي وتزوجته، كيف انكتب اسم شاب تاني على إيدك؟ ما بتعرفي إنه هاد فال مو منيح لعلاقتكم؟ مدام سارلا، أنت يلي جبتي رسامات الحنة لهون صح؟ يعني شوفي كيف عملوا غلطة كبيرة كتير بهاليوم. مدام سومان، رسامة الحنة هي يلي غلطت، شو ذنب المدام سارلا؟ نفس المنطق، ما في ذنب على إيشكي كمان. معكن حق، أنا غلطت لما جبت رسامة الحنة ومدحت فيها، وكأني حاولت أعمل شي منيح بس انقلب ضدي بالأخير. يا خالتي، أنا سألت أختي عن اسم زوجها، قلت لها شو اسم زوجك المستقبلي؟ هي قالت لي اسمه أهان. إشكي، معقول عن جد لفظت اسم أهان؟ ليش ما عم قادر اتذكر؟ أنا... أنتوا كلكن عم تفكروا بالشي السلبي وبس. عن جد مفكرين إنه إيشكي لفظت اسم أخي أهان يعني؟ أصلاً الكل بيعرف طبيعة علاقة أخي وإيشكي قديش متوترة، ما بتقدر تتحمله. هي ما أنا معجبة فيه، وإذا بدها تحكي عنه بتقول هاللص الأسود، بس تلفظ اسمه مستحيل صح؟ بصراحة كارتيك معه حق بهالحكي، على علمي هنو الاثنين بيكرهوا بعض كتير. ليكي إذا عن جد غلطي بالحنة بترجاكي قلي لنا، ما حدا رح يحاكيكي. لا يا أخي، كل صراحة الغلط مني أنا، كان في عجقة وأصوات كتير، يمكن حدا لفظ اسم أخي وبالغلط أنا كتبته. أنا كتير آسفة. أكيد رح يصير خربطة بسبب الأغاني العالية بالبيت.
إشكي أكيد ما أنا غبية لدرجة إنها تلفظ اسم أهان. اسمعوني، لو شو ما حكيته بهالموقف أنا حاسة إنه في شي مو صح بالقصة. يوم الحنة أهم يوم للبنت، والاسم يلي بينكتب على إيد البنت بهذا اليوم بالذات هي رح ترتبط فيه كل حياتها. لو شو ما حكيته بهالموقف أنا حاسة إنه في شي مو صح بالقصة. يوم الحنة أهم يوم للبنت، والاسم يلي بينكتب على إيد البنت بهذا اليوم بالذات هي رح ترتبط فيه كل حياتها. إذا عجبك هالحكي أو ما عجبك هذا الواقع. يعني لازم تعملي مشاكل ودراما مثل التلفزيون؟ شو صاير معك أمي؟ يعني أنت مانك شايف إنه إشكي هي اللي عم تغلط بكل شيء؟ شفت بعينك شو اللي صار بيوم الصلاة؟ يوم الخطبة ضيعت الخاتم، إيه، وبيوم الحنة كتبت اسم أهان على إيدها. كل يوم دراما جديدة وعم تبهدلني إلي. قصدت أعمل هيك بالمرة، ما بعرف، ما عم أفهم شو صار أبداً. أنا عن جد ما عملت شي عن قصد، صدقني. الغلط مو غلطك أنت، انتهى الموضوع. هلأ ما لازم نعطي القصة أكبر من حجمها، لا أنا ولا أنت حتى. لا تخافي من مايانك. أنت خايفة من ردة فعل مايانك؟ لا تقلقي مشان مايانك، هاد سوء فهم صغير وأنا رح أحكي معه وبينحل الموضوع. كل يوم بتصير قصة بسببي أنا، أسفة، سامحوني. إشكي أنت ما عملتي شيء، صدقيني الحق مو عليكي. ما أنا هالمشكلة الكبيرة، لا تخافي. مايانك أنا بدبره، أنا رح أحكي معه. وعلى كلام مايانك أنت اعتذرتي من عمتي سارلا وتركتي احترامك لنفسك على جنب. أكيد هالشي صعب كتير عليكي، بفهمك، ومع هيك عملتي. تضحية كبيرة هي، وهالشي بيعني إنك صادقة كتير، ضحيتي كرمال عائلتك. بعرف إنك بتعرفي، بس أنا بالنسبة لإلي توضح لي إنه أولوياتك هي لعائلتك وبيتك وبس. لو بدك كان فيك تخلي مايانك يتخانق مع عمتي سارلا، بس أنتي ما عملتي هيك. بعتقد بالنسبة إليك الزواج مو بس أفكار من الأفلام، أنتي بتعرفي إنه الزواج مو إنه نروح على سويسرا نغني ونرقص ونعمل شهر عسل، هو مسؤولية كبيرة. لا تقلقي مشان مايانك، إذا كان فيكي تعملي كل هالشي كرماله ففيكي تتجاهلي سوء فهم صغير مثل هاد. رح أحكي معه، اتفقنا؟ وشو بالنسبة للإسم اللي كتبته الصبية؟ بينمحى خلال يومين؟ طيب، وإذا ما انمحى؟ هذا اسمه، وأكيد رح يكون عنيد. قد ما كان عنيد لازم ينمسح. القدر بينكتب بالإيد إشكي، وبقدرك انكتب باسم مايانك. صحيح، أنا أصلاً ما بعرف كيف وليش نطقت اسمه. يلي بيكون بالقلب بيطلع على اللسان مو؟ كارتيك، ايه، امشي نروح ونحكي مع مايانك. تعال، شبك وقفت؟ يلا، تذكرت القائمة. اي قائمة؟ القائمة اللي بتدل على بنت احلامك. النقطة الاولى تكون اولوية البنت البيت مو الوظيفة. النقطة الثانية ضحي البنت بكل شيء كرمال سلام البيت بدون اي دراما. النقطة الثالثة زواج من دون حب، يعني ما يكون في اي افكار درامية عند البنت، وتفهم انه الزواج مو نغني بسويسرا، الزواج يعني مسؤولية. شو انت قلت لها لإشكي كل النقاط مو صح؟ صح، اكيد صح. عندك قائمة كمان؟ ايه، النقطة الاولى
لازم تكون أولوية البنت البيت مو الوظيفة. النقطة الثانية، لازم تضحي البنت بكل شيء كرمال سلامة البيت من دون أي دراما. النقطة الثالثة، زواج من دون حب. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.